تعالى يكون النهارده فيديو جديد، والنهارده هنهكر ببجي موبايل النسخة الأساسية النسخة الرئيسية النسخة العالمية. النهارده هنهكر ببجي موبايل النسخة الأخيرة بتاعت السيزون 13 اللي هي التحديث الجديد 0.18 اللي هتنزل في يوم 13/5. النسخة دي اللي هو هينزل 13/5، والهاكر ما بيجيبش بان، ما بيمفهوش أي حاجة هتوقف اللعبة وهيتسجل فيه. يلا قبل ما نبدأ الفيديو سلاش لايك وسبسكرايب وشيل القناة وشيل الفيديو. يلا خلينا نخش على طول في ملف التحميل. تمام، الملف دوت انا سايبهولكو في الوصف تحت الفيديو. الهاكر دوت مفهوش بان خالص، الهاكر دوت يعتبر من احسن الهاكات اللي نزلت للموبايل، لانه كشف اماكن انبوت هتحس فيه باللعب ان انت يعني بص هتوصل للكونكر، يعني انا وانت هو ممكن توصل للكونكر في شهر، في شهر ده شهر كده يبقى كتير. تمام، الملف اهوت عباره عن 40 ميجا بايت، انت مش محتاج ملفات، مش محتاج اي حاجه، هو الملف دوت بس، مش محتاج برامج ولا ايه، ولا برامج ولا هوست ولا ناسخ، هو بس الملف دوت اللي هتنزله. تمام، هتنزله انت عشان عرفت تنزله قبل كده، هتنزل الملف، هتقطع زي ارشيفير دوت برنامج عادي من جوجل بلاي، انا هبقى سايب لك اللينك بتاعه، هندخل هتلاقي الملف هو زي دوت كده بالظبط. ماشي، هنروح خارجين دلوقتي، هندخل في الاندرويد او بي بي، هنيجي لملف اللعبة الاصلي الموجود عندنا، هندوس عليه رينيم، وهنغير بس في اخر حاجة هنحط رقم واحد او اي رقم. تمام، دلوقتي هندخل برضو في الداتا وهنروح لملف التنسيت، هنعمل نفس الكلام، نحط برضو رقم، خلينا نحط رقم 5. تمام، طيب دلوقتي هتعمل ايه؟ ركز معايا خطوه بخطوه، انت من اول الفيديو لاخر الفيديو لازم تركز 100% عشان بس ما تسقطش حاجه وتقول ان الهاكر مش شغال. انا بقول لك اعمل زي ما انا بعمل بالظبط. تمام، احنا دلوقتي هنروح لملف اللعبه او اللي بره، هنروح عاملين لها انستول ما تخافش عادي. تمام، هنروح خارجين دلوقتي هندخل تاني سيرش بير، هنروح داخلين داونلود، هندخل في الملف فيو اللي احنا حملناه، هندخل لأول واحدة وهنحط التطبيق عادي، ندوس انستول. ما تنساش اللايك سبسكرايب شير للفيديو وقدر تعبي، يعني انا الفيديو الهاكر انا مش مستفيد منه حاجة او مش هكسب منه فلوس، انا بس يعني حبيت افيدكم وحبيت اخليكم تبقوا يعني ناس العيب اكتر. تمام، هندوس ضمن دلوقتي، هنروح راجعين للملفات اللي احنا غيرنا فيها في الاندرويد والاو بي بي، هندخل هنا، هنروح مغيرين الحرف بس الاخير الرقم ولا ايه. تمام، هنروح برضه عاملين نفس الكلام تاني في الداتا وفي حاجة مهمة قوي سيبهالكوا في اخر الفيديو، بس ركزوا معايا من اول للاخر خطوة بخطوة، امشي معايا عشان الهاكر يشتغل معاك بالطريقة الصحيحة. تمام، احنا عملنا كل دوت دلوقتي، ايه اللي ناقص؟ انك هتسجل في اللعبة بحسابك الاصلي، انا مبقولكش ان انا هدخلك تكشف اماكن وانت داخل بالجست، ملهاش اي لازمة، انا مش زي اي حد، انا لما اقولك ان انا هخليك توصل للكونكر بحسابك الاساسي يبقى انا هدخلك واخليك توصل للكونكر بحسابك الاساسي. تمام، هيدخلك على دي عشان دي اللي هتشغل الهاكر، وهتفعل ببجي. هندوس اوكي، هو دوت دي ايكون في الهاكر، هندوس دلوقتي على عشان يعمل الملفات، دي الايكون بتاعت الهاكر اللي فوق دي اهي. على ما تبدا اللعبه اعملوا لايك سبسكرايب واوري كل الهاكر ده بيشتغل ازاي. دلوقتي الكورسر دي اللي هي الانبوت بيكتب لك انه زي علامه زائد بتخلي الام ثابت، واللاين دوت ان الناس يبقى نازل منها خطوط، والبوكسات عشان تعرف اماكنهم، والالرت دوت بيعرفك اماكنهم كده يعني، وان الانمي دي عايزين تشغلوها شغلوها مش عايزين تشغلوها دي عادي، دي بيقول لك بس بيجيب لك مربع هنا بيقول لك انت في كام واحد حواليك. تمام، دلوقتي هوريك ازاي تسجل في اللعبة. واو، ولو الاكس دي مش موجودة اللي هي فوق اخر حاجة دي، غير لغة الموبايل عندك من عربي لانجليزي. تمام، اهو العاصفة الرملية عشان بس برضو
تحديث 18، اعلان التحديث 18. تمام، انت دلوقتي هتدخل بالفيسبوك عادي، مش يقول لك لقد تم قفل حسابك، او هيقول لك لقد تم حظر حسابك، او يقول لك فشل الاتصال، او هيقول لك ما يمنع استخدام تطبيقات خارجيه. مفيش اي حاجه من الكلام ده، الهاكر اللي انا جايبه لك ما بيحصلش معايا، ولا بان ولا بيوقف حاجه قدامه. تمام، هتروح مدخل عادي الايميل بتاعك والباسورد بكل امان، مش هيحصل اي حاجه. طيب دلوقتي هنروح عاملين برضو الباسورد. انتوا تقريبا كده الشاشه تقريبا اتقفلت عندكم، عشان الموبايل عندي الاوبو سورس كيبورد دوت بيقفل الشاشه. ثواني بقى بسرعه. تمام، الشاشه رجعت قدامكم تاني اهي. انا دايسين جو، دخل عادي، كتبنا باسورد بالايميل من غير اي حاجه. دلوقتي يقول لك لودينج، يعني عادي شغال برضو اهو. هل ترغب المتابعة؟ متابعة. تمام، حسابي الرئيسي في اللعبة اهو اهو اللي بلعب من عليه، يعني انا ممكن ادخل من هنا وممكن ادخل من البي سي، الاتنين شغالين عادي، الايميل ما بيحصلوش حاجة. ما تنساش بقى اللايك وسبسكرايب، لو الهاكر اشتغل معاك يا عم شيل القناة. يعني مش عارف اقول لك ايه تاني، مش عارف اقول لك ايه تاني الصراحة. يعني انا عن نفسي شغلت لكم الهاكر وعلمتكم ازاي هتسجلوا فيه، لان كل اللي عمله الهاكر اللي هو بتاع كشف الاماكن عملوه مش على حساباتهم الرئيسيه، ما عرفوش يدخلوا حساباتهم الرئيسيه، عملوه على الجست اللي هو الضيف. انا بقى خليتك تدخل من على حسابك الرئيسي اهو يا باشا، الحساب الرئيسي كده هيدخل خلاص. مبروك عليك الايميل، او مبروك عليك الهاك الايميل اهو يا جدعان اهو اهو. بص ثواني بس، هي هتحمل بس، يعني ايميلي والاي دي بتاعي والصورة بس تتحمل عشان النت، هي يعني الصورة عموما، عشان بس ما طولش عليكم كتير. خلينا نخش تريننج واوريكم الجيم جوه بيبقى عامل ازاي. تمام يا جدعان، اهو بصوا، انا لو بصيت ورايا لو مشيت كده، بص هتلاقي في طرف الشاشة طلع حاجات حمراء بيقول لي الناس سايحة ورايا. أومت يعني دوت، انت تنزل اي مكان، يعني اقول لك حاجه، انت مثلا لو يعني معلش يعني ما اعرفش انت هتكمبر ليه بهوكر، بس يعني لو انت بتكمبر فانت اهو كده من غير ما يشوفك هو هتروح ضربه على طول بالسلاح من غير ما انت تشوفه، من غير ما هو يشوفك، يعني مش محتاج تشوفه، انت شايفه بالهاكر خلاص شكرا هتروح قاطعه. تمام، وده كان فيديو النهارده، وما في ملحوظه مهمه هقولها لكم دلوقتي. تعمل يا جدع لايك، اقرا لي، قول لي الله ينور، ما تقل اشتمني، هو في كده بتقدرني، انما ما تعمل تقرا وما تعملش حاجه، تبحلق وتبرق بس بالكومنت او في البوست، بحلق بره، انت داخل على الفيسبوك عشان تبقى بحلق بره.